أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، شدد العسومي على دعمه للجهود التي تبذلها مصر في إدارتها للأزمة الراهنة في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بمجابهتها للدعوات التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وما تحمله تلك الدعوات من تداعيات خطيرة.